انا خجول جدا، ممكن اكون خجول جدا. لا لا ده انا عايزها عامله ازاي وبلاندي عامله ايه، الموضوع بيبقى وفيسبوك اول ما الاقي صوره مع حد. بدات اشتغل اعمالي الحمد لله، ولحد ما وصلت للاختيارات اللي انا كنت بحبها دايما، انا اخد بالي كويس جدا من اختياراتي. عملت برنامج على مستوى عالمي وهو ذا فويس. برنامج ذا فويس في الوطن العربي يعتبر رقم واحد على مستوى الوطن العربي، اعلى نسبه مشاهده، وصلنا ل 100 مليون مشاهد في الوطن العربي والدول العربيه كلها. سعدت جدا ان انا بعمل برنامج على مستوى عالمي شد كل الجمهور في الوطن العربي. ماشي في نفس الاتجاه اللي انا ماشي، ان انا حتى لما بعمل اعمل في الوطن العربي وفي في مصر او في اي بلد عربي بحب يكون على مستوى عالي وعلى مستوى عالمي. لحظة لما عرضت فيلمي في المسابقة الرسمية في مهرجان موناكو، One Best Actor Award in Monaco International Film Festival for my British film Facebook Romance، هنا حسيت بفرق كبير ان الحمد لله الواحد بدأ يمشي في الطريق الصح ويحقق أهدافه فعلا اللي كنت بحلم بيها. بعد The Voice وبعد فيلم Facebook Romance الحلم بيكبر والأهداف بتبقى أنت عايزة توصلي لأعلى وأعلى. فبدأت أتجه لهوليوود وأتجه للوس أنجلوس في سعي أن أنا أعمل فيلم هناك. الموضوع بيحتاج بيتطلب مني وقت كبير وتضحية كبيرة جدا، أن أنت ما تشتغليش كتير في الوطن العربي عشان تقدري تتواجدي هناك أكتر وتقدري تشتغلي هناك أكتر. After graduating from high school in LA, I got accepted medical school in Egypt. خلصت كلية الطب، بس كل سنة كنت بروح أمريكا أشوف إيه الجديد في السينما وأشوف جديد في هوليوود. كنت متابع جيد جدا وكنت دايما بحب أتابع بالذات الأوسكارز، لحد ما جه يوم وحضرت الأوسكارز في 2010. أنا ما سبتش الطب، بالعكس أنا شايف إن كويس جدا ان الواحد يبقى مالتي تالنتد ويبقى عنده قدره ان هو ممكن يقدر يعمل كذا حاجه لو انت عندك الامكانيات ده وقادره تعملي ده. المهم ان انت تدي كل حاجه حقها. عجبني النظام، عجبني ازاي كل واحد بيحترم شغله، بيبقى مسؤول منه وبيحاسب عليه. كل واحد بيبقى عارف بيعمل ايه وبيشتغل عليه كويس عشان يديه كويس عشان يطلع منتج حلو، مش بيعمل يقول لك انا بعمل كل حاجه. مادام انت عندك موهبه في حاجه معينه وشايفه ان انت ممكن تدي فيها، انا شايف ان انا ابقى مقصر في حق نفسي لو انا ما اديتش اكتر حاجه عندي. A lot of other actors and actresses they sing, act, present. فانا شايف ان انا مادام عندي القدره ان انا اعمل ده هعمله. بحب جدا الميوزك وبحب جدا اتابعها واعرف ايه الجديد فيها. كبريزنتر لذا فويس وان انا قدمته فيرست سيزون وسكند سيزون ان شاء الله بنحضر للثيرد سيزون، مفيش شك ده قربني اكتر من الحاجه اللي انا كنت بحبها اوريدي وكنت بغنيها وكنت بعملها زمان وانا صغير، الغنى والطرب. بس كنت منقي الوقت المناسب وبحاول اختار الوقت المناسب. معروف عني ان انا بجازف، بعمل حاجات مجازفات بس بتبقى محسوبه لحد ما، فالحمد لله بيبقى نجاحها كبير. ما بحبش اعمل حاجات كتيره مش مدروسه. انا الميزه في ذا فويس ان ادت فرصه كويسه جدا الواحد يتعامل بطبيعته. محمد كريم على مصر ذا فويس هو محمد كريم الحقيقي، بتكلم بطبيعتي جدا، بتكلم بتلقائيه جدا، بعفويه مع الناس، ببقى قريب منهم جدا لان انا حاسس بيهم، لان انا عانيت في مشوار الفني ان انا عشان اوصل واثبت نفسي عانيت كويس جدا وكتير جدا، لان انا ما كانش فيه حد معايا في الوسط الفني، ما حدش كان من قرايبي او حتى من صحابي. ف I started from scratch زي ما بيقول. فبدات يعني اشتغلت اجتهدت على نفسي لحد ما الحمد لله قدرت ان انا اكون متواجد بشكل كويس جدا وانافس بقوه. ما في شك لما يكون في فنان بيرتبط باسمه ماركه عالميه، بالذات لما يكون مركز سيارات عالمية، دي حاجة ما فيش شك بتبقى نجاح كبير جدا، وده بعتبره ان نجاح وتكريم لمشوار انا مشيته وكنت بحاسب نفسي اول باول، بحس
ان انا هل اختياري اللي انا عملته ده كان صح، هل اعتذاراتي لاعمال معينه انا كنت اعتذرت عنها كان صح. الحمد لله ده رد مهم جدا عملي. ف I'm really proud to be ambassador for such a prestigious brand as Mitsubishi. انا خجول جدا، ممكن اكون خجول جدا، وممكن اكون ان انا ما بحبش ادخل نفسي في حاجه ماليش فيها، بس اللي بيعرفني كويس جدا بيعرف بيشوف غير كده خالص، خصوصا الناس اللي حواليا. الحمد لله اتشال خالص واتلغى خالص من البعض اللي كان بيفكر في حاجه زي كده من خلال برنامج ذا فويس، انه شافوني ازاي عفوي، ازاي بتكلم مع الناس وبعمل انتراكشن ما بيني وما بينهم باك ستيج قريب قوي من المواهب مع الاربع مدربين اللي هم بعتبرهم اخواتي. ده خلاص زي الخالص، لان الناس بتعرفك من خلال ايه؟ بتعرفك من خلال ادوارك في الافلام او ادوارك في المسلسلات او في لقاء زي كده. طول ما انا سنجل، طول ما اكيد اي حد سنجل هيبقى في رومرز وهيبقى في اشاعات عن الارتباطات. انا بالعكس انا نفسي ارتبط ومستني الوقت المناسب واتمنى ربنا يوفق ان انا اشوف حد بنت مناسبه لانها تكون شريكه حياتي وانا اكون شريك حياتها. يمكن كل دي اشاعات، بالعكس انا نفسي اتجوز. لو سي ان ان عندكم عروسه انا ما عنديش اي مانع. في فيلم سينمائي ان شاء الله هبدا تصويره في مصر بعد العيد. وفي مسلسل يعني خليها وقتها هنعلن عنها ان شاء الله، بس هو قريبا في خلال الاسابيع الجايه ان شاء الله هنبدا باذن الله. ده انا سعيد جدا بيه، لان من الافلام اللي انا هعتز بيها ان شاء الله لما تعرض للناس، لان انا حابب جدا لما يبقى في ناس تعرف في محمد كريم هيعمل فيلم او مسلسل يستنوا يشوفوا هو هيعمل ايه. مش حابب ان انا اعمل اي حاجه وخلاص. فالحمد لله بنتقي اعمالي، فاتمنى رب الفيلم ده والمسلسل يعجبهم باذن الله. وفي تجربه ان شاء الله في فيلم، زي ما انا عملت الفيلم الانجليزي بتاعي، في فيلم في امريكا بنحضر له دلوقتي ان شاء الله، يبقى انتوا ليكوا اكسكلوسيف عن الفيلم اللي انا هصوره في ما بين لوس انجلوس ان شاء الله وما بين نيويورك. وفي نيجوشيشن ان شاء الله ما بين فيتشر فيلم ان ال اي نيويورك اند دبي.